المواطن هو اللي بيملك المترو مش الحكومه ولا شخص، المواطن هو اللي بيملكه. لو وقع المترو نتيجه عدم صيانه، المترو دوت لو وقع نتيجه عدم صيانه، يبقى مين اللي هيتضر؟ المواطن ولا الحكومه؟ في وجهه نظر حضرتك هذه الزياده مين اللي هيتضر؟ المواطن ولا الحكومه؟ لو المترو حصل له حاجه نتيجه ان احنا مش عارفين نصرف عليه، المواطن لو ما عرفش يركب المترو هيركب المواصله الموازيه 4 أضعاف قيمه التذكره. يبقى المواطن هو اللي هيتضر، صح؟ يبقى حرصا على مصلحه المواطن احنا لازم نبص ان احنا لازم نصين المترو صح، لازم نطور المترو صح، لازم نخدم الناس صح. القيمة اللي موجودة كانت بتسبب خسائر خيالية، لأنها تعتبر أرخص من أرخص مواصلة عامة في مش في مصر، يمكن في العالم.